تسامحوا اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي وخطيئتي، لاني عارف باسمي خطيئتي امامك في كل حين. لك وحدك اخطات والشر قدامك صنعت، لك تتبرر في اقوالك وتغلب اذا حكمت، لاني هذا بالاسامح ولبي وبالخطايا وجدتني امي، لانك هكذا قد احببت الحق اذا وضحت لي ضامت حكمه مستوات افند علي وزاد فاسوات. تغسلني في بلاد اكثر من السلك تسمعني السرور ان فرحك صرت خليفه من صحك، اسر فوقك عن خطاياي وامحي كل اثامي، قلبا نقيا اخلق فيا الله، وروحا مستقيما جدد في احشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروح القدوس لا تنزع مني، منحني بهجه خلاصك، وبروح مدبر عاضدني في عالم الاثم وترك المرفقون اليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله، لا خلاص سيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي في غفران تسبيحك، لانك اخترت الذبيحه اللي كنت لن اعطي، ولكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحه لا روح من صحك، القلب المكرس المتواضع لا يرزل، نعم يا رب مسحتك على كنيسه كتبني اسوار اورشليم. احنا نزل سوى ذبائح لبنك وكبر محرقات المجال. هللويا. بسم الله خليها إذا تمشي للمصور في ساعة النوم هذا اليوم المبارك قدم المتهلية الفولة أرضنا في الخطايا من مدينة كراتيب داود من البركات علينا. هو ذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازلة على جيب قميصي، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل سهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة والحياة إلى الأبد. هللويا. لوقاس وسموه فاس وشارك نجيل معلمنا المار لوقا البشير وتلميذ سهر بركات غنانين، وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان برا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلن بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب. فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنع عنه كما يجب في الناموس، أخذه سمعان على ذراعه وبارك الرب قائلا: الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعتدته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى الأمم مجدا لشعبك إسرائيل. In Oishem Oko Vekare Sos Nem Bek Yoten Aga Sos Nem Bied Nev Maes Owe Ji Akhi Ek Soti Naina وذا أنا عتيد أن أقف أمام ديان العادل مرعوبا ومرتعبا من كثرة ذنوبي، لأن العمر المقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر، بل انهضي من رقاد الكسر وتضرعي إلى المخلص بالتوبة قاهلة: اللهم ارحمني وخلصني. ذوق سباتري لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكانت لك نفس حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجبين وأنت على سرير الخطايا منقرح وفي أفضاع الجسد متهاون؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أزع، ولمجلس دينونتك أخشى، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراشي المتهاون في حياتي، لكني أتخذ سورة العشار قارعا صدري قائلا: اللهم اغفر لي فإني خاطئ. كان ينكعيك إسوسي أوناسوني أونون آمين. أيات العذراء الطاهرة إسبلي ذلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرديئة عني، وانهدي نفس المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في شبهات عميق. أنك أم قادرة رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح ربي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطية. مبارك أنت أيها رب إله أبانا متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجدا إلى الأبد. فلتكن رحمتنا علينا يا رب كما ستكلنا عليه، لأن أعنى كل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما صحيحا. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أقدار الأرض كلها،
وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنا لي برك. يا رب رحمتك دائما للأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، لأني أخطأت إليك يا رب، علمني أن أصنع مشيئة، لأنك أنت يا رب اليوم والحياة، وبنورك يا رب تعين النور. فانتهى رحمتك للذين يعرفونك وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك يحق التمجيد، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس، الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. وترتيل لإسمك أيها العلي أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليلة. هم اسمعنا وارحمنا في لان خطايانا امين. كريا لا يسون، 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 يا ليسون كريا 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 ليسون قدوس 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 رب السباقوت، السماء والأرض مرؤتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الأب ضد الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب الله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ودقاتنا سواك. سيئاتنا التي صنعنا بإرادتنا والتي صنعنا بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة يا رب اسمك القدوس الذي ضاع علينا رحمتك يا رب ولست خطيئا شنو صحتك وشكرا بين الذي في السماء. يا رب جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من اسمك القدوس، فصالح محب البشر، وانعم علينا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرا من كل قلق، وارسل لنا ملاك السلامة يحرسنا من كل شر ومن كل ضربة وكل تجربة العدو، بالنعمة ورأفات محبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا ولهنا كل استغفار المسيح هذا الذي كل المجد والكرامة والعزة والسجود والروح القدس محمد سوى لك الآن وكل أوان ودهر الدهور أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مذكور له الممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين وارحم خطاه الذين اولهم انا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيى الداعي لكل الخلاص من اجل معد بالخيرات المنتظره
يا رب اقول منا في هذه الساعه وكل ساعه الباطنه سهل حياتنا شنع البصائر قدس ارواحنا طهر اجسامنا قوم افكارنا نقي نياتنا اشفي امراضنا اغفر خطايانا نجينا من كل حزه رديه ووجع قلب احيتنا بملائكتك القدسين لكي نكون معسكر ومحفوظين ومرشدين نصل الى اتحاد الايمان ايها المجد غير محسوس وغير محدود فانكم مبارك من الان والى الابد. اللهم اجعلنا نستقيم فوق شوق الدنيا بين السماوات القدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا وعطينا اليوم واغفر لنا الذنوب كما نحن عاجزون الينا وادخلنا في التجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والملك الى الابد امين. لما الكورال يجهز بس بنقول لحضراتكم كل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده عيد ميلاد الاجتماع السادس فسعداء قوي ان احنا بقالنا 6 سنين ربنا فتح لنا فرصه للاجتماع مع بعض فتح لنا ابواب الكنيسه ومباركنا بابائنا اللي بيدونا كل دعم وصبر وبيشرفنا طبعا ابونا مايكل و مباركنا وهيباركنا الاباء وهيكون لنا موضوع مع ابونا يعقوب فتره مسابقات فتره فيديو هنشوفه من التشايلد مايندنج اللي هم خدمه الهيروز السوبر هيروز يعني اللي بيقضوا وقت مع الولاد عشان احنا نقدر نتمتع بالاجتماع. ربنا يبارك في اجتماعنا. حسينا بقيمه الاجتماع لما في فتره الكوفيد واللوك داون اتحرمنا من الاجتماع وكنا حاولنا نعمل الزوم ميتنج لكن ما فيش حاجه بتعوضنا عن ان احنا نتقابل مع بعض ونشوف بعض. فعلا زي ما بيقول الكتاب المقدس ما احلى وما اجمل ان يجتمع الاخوه معا المزمور اللي بنصليه في صلاه النوم. فالنهارده ربنا يعني فرحنا ونحس كده ببركه وجود ربنا في وسطنا كإخوة مجتمعين كجسد واحد وفي نفس الوقت ربنا يطلعنا بمسج روحية نعيش بها في الفترة اللي جاية ونواجه فيها الظروف اللي حوالينا والأخبار اللي احنا بنسمعها وألام إخواتنا ما ننساش نصلي فيهم زي كده عشان إخواتنا المتألمين في مصر واللي تعرضوا طبعا لحادثة صعبة قوي. ربنا يعزي كل الأسر ويصبرهم على ألم فراق أحبائهم وأحبائنا في جسد المسيح. بنتمنى النهاردة طبعا نقضي وقت مفرح مع بعض وحنختمه كمان بالملائكة الحلوين اللي هم يحضروا في الشيل وقعدوا يحفظهم يتعلم علشان خاطر يمتعونا باللي حفظوه وفي نفس الوقت يحتفلوا ب صوم أمنا العذراء والعيد العذراء اللي على الأبواب اللي هنحتفل بيه يوم الاثنين. عذراء مريم عمرها ما كانت ست هادم، كانت دايما محبه وخادمه للكل. نيجي ندور عليها في صوره ميلاد يوحنا المعمدان ما نلاقيهاش. اصلها خدمت في هدوء ومشيت قبل الهيصه. ندور عليها في صوره عرس قانا الجليل برضه ما نلاقيهاش. اصلها كانت جوه في المطبخ بتخدم. ده حتى لما عاشت مع المسيح ابنها لوحدها 30 سنه ورغم انه الاله
لكن ما قالتش حكايتها معاه ولا افتخرت، بل بالعكس ده قالت أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين. الصورة الوحيدة اللي نلاقيها للعذراء كانت ليها تحت الصليب وقت ما الكل خاف وتخلى وباع. حست بيه لأنه ابنها المصلوب وقالت جاز في نفس سيف، وحست بينا إحنا كمان كأولاد ليها، فشهدت بفرحنا للخلاص. فأمنا العذراء مريم هي والدة الإله العبدة والأم، هي اللي مجدها عظيم في المشارق والغروب، هي الأم الحنون، هي الحماية والشفيعة في المؤمنين، هي فخر جنسنا، وإحنا دايما بنقول لها مدحك يا مريم كالشهد وأحلى. Thank you.
كل سنة وكلكم طيبين عشان عيد العذراء وعشان عيد ميلاد الاجتماع. العذراء مريم فضائلها كتيرة قوي كلنا عارفينها، بس من أشهر وأحلى الفضائل فضيلة الاتضاع. كان في نبوات كتيرة قوي عن التجسد الإلهي من زمان، وكان كله منتظر يشوف مين الست القديسة اللي المسيح هيجي منها، وكان كل النساء مستنيين إن يجوا من نسلهم، وكان أي ست بتبقى عاقر بتبقى حزينة جداً عشان المسيح مش هيجي من نسلها. كان في الوقت ده في نساء كتير قوي قدسين، اشمعنى ربنا اختار العذراء مريم بالذات؟ ربنا اختارها عشان قلبها المتواضع، كان عايز حد يتحمل العظمة والكرامة وكمية المجد اللي هتحصل بميلاد المسيح، وكانت العذراء هي أكتر حد مناسب. القدسين قالوا بخبرتهم حاجة فلسفة غريبة قوي، قالوا الأصعب هو احتمال الكرامة والأسهل هو احتمال الإهانة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في ناس كتير ممكن تتحمل الإهانة مع أنها حاجة صعبة قوي، لكن ما يقدروش يتحملوا أن حد يمدحهم أو يمجدهم من غير ما يتكبروا نفسهم تنتفخ. بس العذراء مريم كانت جميلة وعظيمة قوي في اتضاعهم، ما تكبرتش لما بقت أم الإله، ما تكبرتش لما شافت رؤى وملايكة وقدسين وبشارة بالميلاد، ما تكبرتش لما الحل الروح القدس جواها، ما تكبرتش لما شافت كل المعجزات اللي حصلت بميلاد المسيح، ما تكبرتش لما خدمت إليصابات مع أنها أم الإله. تعالوا نرنم الترنيمة الجاية كلنا مع بعض، وإحنا بنطلب من ربنا أن يدينا تواضع زي ماما العذراء. الحروب دافعي عني.
والدة الإله اروي لنا قصة قلبي لك قصة خلاصنا. يا والدة الإله اروي لنا قصة قلبي لك قصة خلاصنا. كيف كان شعورك بأنك ستلدي إلهك؟ كيف كان شعورك بأنك ستلدي إلهك؟ نعاصرك ونبكيك بأنك ولد الإله كمن حملت وحدك. الإله كم قاسيتي وحزنتي عندما قد علمتي أن مثلك وابنك الوحيد سيخلص العالم على الصليب. أن مثلك وابنك الوحيد سيخلص العالم على الصليب. Thank you.
اخر ترنيمه هنرنمها هيل تو ماري او مجد ماري انها تعظم. الحقيقه احنا طلبنا من كل كهنه ان هم يجوا ويقفوا معانا ويرنموا معانا، والحقيقه كلهم وافقوا. بس اون ذا داي يعني حصل ظروف كده، هيلث ايشوز، ظروف كده خارجه عن ارادتهم. بس معانا ابونا مايكل وفادر إلايجا، لو تفضلوا معانا، ولو حد تاني من الاباء الكهنه جه هناخده على طول معانا. Oh,
بنصف فريق التسبيح فريق كورال حقيقي يفرحونا وأبهجونا النهاردة. سامع كده؟ أوكي. ربنا يعوض فريق كورال على المجهود الكبير اللي بيعملوه، بيقعدوا مع بعض يعملوا بروفات ويحفظوا وطبعا كانت مفاجأة حلوة ان هم يعني خلوا أبائنا يباركونا، فشكر خاص لأبونا مايكل وأبونا إلايزا إن هم باركونا مع الكورال. ترانيم وتسبيح العذراء مبهجة، يعني أول ما الواحد بيسمعها تتقال بالعربي بالإنجليزي فرنساوي قبطي جريك أي لانجوج، يعني تحس فيها بهجة فرح حتى لو ما فهمتش المعاني باللغة اللي بتتقال بيها لها بهجة كده. عشان كده من السنة للسنة نستنى تملي الشهر المريمي. عارفين الشهر المريمي؟ مين عارف الشهر المريمي؟ بيحكى شهر بالكامل نقول تسابيح للعذراء وما نزهقش نقضي ساعات في الكنيسة. العذراء مفرحة، فيا رب تفرح قلوبنا النهاردة وتفرحكم كلكم بوجودها في وسطنا وشفعتها معانا. اجتماعنا ده من أول ما بدأ من 6 سنين هو عنده مبدأ حلو قوي إنه ده اجتماع أسرة، ما ينفعش يجي كل 2 كابلز مع بعض وولادهم يلعبوا في الحوش ولغاية ما بابا وماما يخلصوا الاجتماع. لا، ده اجتماع أسرة، يجي الولاد يتخدموا، وعلشان يتخدموا طبعا بيبقى فريق من الخدام مستنيهم. تعرفين لو تجمع 3-4 أولاد مع بعض طبعا تبقى عملية صعبة. طب لو تجمع 15-20-30 تبقى مهمة مستحيلة، لكن في خدام حلوين الهيروز بتوع الاجتماع مأمنين ان الاجتماع بتاعنا يخدم الولاد ويفرحهم ويطلعهم كمان مستفيدين زي بابا وماما. الخدمة دي بدأت من اول ما بدأ الاجتماع، ونشكر ربنا تملي فيه ناس ورا الخدمة دي بتشجع. عشان كده هم مش حاضرين معانا، تلاقوا كتير قاعدين مع الولاد دلوقتي ويسيبوا الاجتماع لكن يخدموا ولادنا. وعلشان كده انها خدمة كمان مثمرة ونافعة، هم عملوا لنا فيديو النهاردة مدته 5 دقايق، مش كده؟ 2 بس حلوين، كتر خيرهم انهم عملوا 2 يعني. اتفضل يا مايكل. Thank you.
كتر خيرهم طبعا الخدام اللي بيقضوا الوقت مع الولاد، وشفتوا قد ايه الولاد يعني مجرد بس ان احنا بنشوفهم بيفرحونا بصراحه، بركه كبيره. طبعا تملي وراء كل خدمه فيه خدام، ربنا يعوضهم، احنا عمرنا ما نقدر نشكرهم ونعوضهم، لكن ما ننساش ان في ناس يعني ديديكيتد للخدمه دي، يعني عندنا صافي ربنا يعوضها وده الصحه. من اول ما بدانا خدمه التشال مايندنج وهي تملي ترعى الولاد، وزي ما انتم شايفين بتشرك ناس كتير معاها، عندنا إريني وأمل رافلة وجروب كتير من الأمهات والخادمات، يعني الواحد لسه طويلة، لكن شوفوا قد إيه إن هم مع الولاد يتفاعلوا معاهم ويعلموهم حاجات حلوة ويخلوني أقضي وقت مفيد، فربنا يعوضهم على تعبهم. دلوقتي طبعا احتفالا بعيد الاجتماع، فقلنا برضو بقى في فقرة مسابقات كده مع الأخ عماد، فيعني تفضل كده تفرفشنا شوية. يلا ربنا معانا. ربنا يوميك وراك. اجتماع الأسرة. ألو. مع الميكروفون الو. معلش يا شباب كل سنه طيب. لا إله إلا الله. نعم. خلاص كله دخل شباب. خلاص احنا بص على الشاشة كده مين كان ساكي سبيس حتى الشيخ دي لها. كله في التليفون شباب، كله جاله سؤال؟ في حد جاله سؤال؟ أول سؤال أهو طلع، أول سؤال معانا، قام ليش عن النبي اللي معناه الله يخلص بمعجزة تشبه إشباع جموع التي قام بها مخلصنا يسوع المسيح، إيه هي المعجزة؟ إشباع 333 من 20 رغيف، 755 من 20 رغيف، 10 من 20 رغيف، 100 من 20 رغيف. على صغير
ست ثواني اربع ثواني خلاص. نشكر الله. هم 100 راجل الصراحة كان بيفطروا وداهم 20 رغيف. وكالعادة ماريكو وحنا وتدرس فاميلي وبيتا ماركوس. السؤال الثاني، موسى النبي كان معروف ان هو صام 40 يوم و40 ليلة، لكن صام كذا مرة. الكتاب ذكر منهم 4-5-6-10 مرات. السؤال بيقول اهو، عايزين اجابات بس نقرا السؤال. طيب هل هو صام مرتين؟ انتوا مش نقدرين صلي على النبي داود. طيب حد مونتي حد يدخلها بس يكتب اللينك ده بقى. مامي فولي. هل هو هيقول لك يا ماما، هل صام مرتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، سبعة، تسع مرات؟ عايزين رقم. أربع ثواني. هو صام أكثر من أربعة بس الكتاب ذكر أربعة. على إيدك الشمال كده اثنين، أول ما تفتح الكتاب لما طلع ونزل وبعدين طلع ونزل. وبعد كده في نص الطريق لهم روح امتلكوا الارض، ما امتلكوش الارض ربنا زعل كان هيدمر الشعب فطلع تاني وشفع فيهم. وبعدين في اخر ايامه برضو زهق منهم طلع تاني بس ربنا قال له شوف الارض مش هتخشها. السؤال اللي بعده، ما هو الاصحاح المعروف باصحاح البركه واللعنه؟ ده في العهد القديم في اصحاح مشهور اسمه البركه واللعنه. هل هو تكوين 28، تكبير 28، تهليل 28، تثنية 28، أي حاجة 28 أو تبيه الشبرة 28؟ ما إيه؟ لا ما تفلت 14 ثانية شغالة. الله الله، أول مرة الشعب كله هو مسقف لبعضينا يا أولاد، ألف ألف مبروك، حاجة يعني أحرقتوني الصراحة. بيتا مرقص طلع فوق وها ماركو تحت ويا ربنا يوفق. معظم بركات العهد القديم إيه كانت معظم أرضيات، كانت أرضية زيادة الولاد الأرض الشعب كده يعني. أما في العهد الجديد فالبركة أضيف عليها شيء آخر. لو سمحت نختار الإجابة الأدق وبدون ضحك، نركز في المعاني بتاعة الكلمات الجاية. هل هي روحية أو فوقية يعني من فوق من عند أبي الأنوار؟ ما تبصليش يمين كله مؤام. ولا فوزية يفوز بها كل مغامر؟ ولا فتحية ربنا يفتح عليك كده؟ أو روحية؟ الإجابة في 3 ثواني عشان نروح. أبونا مشي يا أولاد، اللي بيصور ده إلعب. الله 90 برضه في فتحية. يا نهار أبيض. اللي بعده وبيتر لسه فوق ومر وفي حد بيتحرك من تحت ويلا بينا. ما هي البركة التي أعطاها ربنا لإسماعيل ابن عم الحاج أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، إنه يكون إنسانا وحشيا يده على كل واحد، يدعو كل واحد عليه او جميع ما ذكر، ما جميع ما ايه يعني في تحسن بس مش قادر مش قادر مش قادر. اس ام طالع فوق. يلا بينا رجوعا الى اصحاح البركه واللعنه. كم مره ذكرت في الاصحاح اللي احنا قلنا عليه تثنية 28 كلمه بركه او كلمه مبارك؟ اللفظ نفسه ذكر كم مره في الاصحاح؟ هل هو واحد ولا 100 ولا 1500 ولا 8 ولا 8 اولاد؟ اعيد ولا ايه؟ خلاص ايه تضحكوا ابن الضحك يا ابني ركز معايا. برضو يعني مش عارف اعمل اكتر من كده. نشوف اس ام لسه فوق، اس ام لسه فوق وجي ماشي هو جاي طالع ورا. سؤال الثاني ده، السؤال ده بقى
ده تحليلي. بيقول لك السؤال ده معكوس، احنا مش هنقول السؤال، انتوا هتجاوبوا صح ولا غلط ما انتوا حاسين بايه، ناويين تقولوا الجواب صح ولا غلط وبعدين نديك السؤال. انا اديته نسيت اديه للاستاذ عناد بس مش مهم. السؤال الجاي يا اولاد من غير ما تعرفوه صح ولا غلط. الله، خلاص ها نديكم فرصه تفكروا يا اولاد، يمكن صعب عليكم. سؤال ما حدش يعرفه، انت نيتك تقولي عليه صح ولا غلط. الله الله، ودي تقول ان الستات اكثر من الرجاله في الاتجاه. هو السؤال كان بيقول هل عكس كلمه البركه خوف؟ والاجابه خطا، عكس كلمه البركه لعنه. اس ام ودي ماشي ويلا بينا. ومن هو النبي الذي دعي ليلعن شعبا فباركه اكثر من مره؟ معروفه دي طبعا. رحب عام، يلبقى، يلبقى النبي، بلعام، او بلح الشام. فربنا سهل لنا ثلاث اختيارات. اسرع معدل اداء عشان استاذ عماد بيبص في الساعه اشوف حد مش مجاوب. يلبقى النبي، يلبقى النبي. الله الله الله، اس ام لسه فوق، نزل وطلع تحتيه. اذا تصادف وجود خامس، لما الشهر القبطي بيبقى فيه اسابيع، طبعا اي شهر فيه اسابيع وكل اسبوع فيه ايام، ممكن يوم الحد يجي في اول الشهر او واحد او اثنين في الشهر، فالشهر هيبقى فيه حد خامس. الكنيسه قررت يبقى فيه انجيل ثابت في هذه القصه لان ده جاي مش محسوب، فسميناه انجيل البركه، ان ربنا بارك في الشهر وبقى فيه خمس حدود سبحان الله. ايه هو الحدث المذكور في هذا الانجيل؟ اشباع الاربع الاف رجل، انجيل بيتكلم على طاعه الوالدين ودعاء الوالدين، اشباع الخمس الاف او تحويل الخبز، سيره خميس العهد والبركه بتاعت التناول. توكلنا على الله. طب اربع ايام ندوس نقص نقص الزر. الله الله الله، وحوش وحوش الشباب، وربنا وفقكم كلكم ان شاء الله. اس ام لسه فوق، نزل تحتيه هشام، انا مش عارف. ده برضو سؤال افتراض يا اولاد، نفترض حاجه مش حقيقيه عشان بس ايه. كويس ان ابونا من مراجعه العهد القديم، اذكر اول اسم شخص كان يتعاطى المتخدر. طيب نشوف الاسماء. ياه نعناع داب، ياهو ابن يهوذا، نبوخذ نصر، يربعان ابن رعوئيل. ياه نع نع داب، ولا ياهو ابن يهوذا، ولا نبوخذ نصر، ولا ربعان ابن رعوئيل. ايه صوفيا مين؟ شفت صوفيا فين؟ طيب الحمد لله. الشماس بيدور عليها كل اسبوع بيقول لك صوفيا فين؟ صوفيا فين؟ الاجابه يا اولاد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، نبوخذ نصر يا اولاد، زي ما هناء قالت. ليه يا هناء؟ عدتك صيدلانيه وعارفه نوع المخدرات اللي كان بياخدها. يحب اعرف الاجابه، ان هناء عارفه كل شخص بياخد ايه. امال قلت ليه يا هناء؟ لماذا فتحتي فمك؟ لما راح البريه كان بياكل النبات، بياكل حشيش الارض لمده 7 سنين، عاش على حشيش الارض 7 سنين، لما اتعظم وربنا حب يعلمه الادب فخلوها زي حيوان يقتات عشب الارض او الحشيش. كان بيحش حشيش. خلاص احنا هنروح. واس ام فوق، وماريه طلعت كانت عارفه ان ابوها. المهم من قصة إقامة الميت عند ملامسته لعظام أليشا بعد موته، كان في جنازة، في حد ميت، في تفتيش جه، راحوا رموا الميت في حفرة وحصل حاجة غلط. أذكر الإجابة الخاطئة من هذه القصة، هي هل هي واحدة من إثباتات بركة القديسين وأجسادهم؟ حصل أليشا النبي على ضعفين من روح إيليا، لذلك قام بإقامة ضعف ما أقامهم إيليا. كان الميت فتاة صغيرة عندها 30 سنة، أقام إيليا ابنة المرة سلفة صديون، أما إليشع ابن المرة شنومية.
عايزين الإجابة الخطأ. شكرا. الله 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 الله، فرصة سعيدة جدا جدا جدا. بس خلاص كده، من القائل آية بتقول بركة الهالك حلت عليها، معناها ان الشخص الهالك اللي كان هيضيع وانا انقصته بركته جت عندي، بركة الهالك حلت عليا. هل هو بطرس الرسول، ايوب الصديق، بطرس الرسول، او ايوب افندي؟ دي الهدايا من عند عمر افندي. توكلنا على الله. شان عماد. الله 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 الله. واس ام وماريا طالعين. اكمل الاتي البياقات يعطيها صانع الفردوس مالك النفوس واضع الناموس. اسرع شويه عشان نقفل لو سمحت. السلام ورحمه الله. و 50% برضه مش عارف ما عجبكوش الفانوس. المهم الحمد لله. هي وجي يرفع ايده وماريا تيجي وراه وبيتر يطلع قدام ويروح يستلموا الهدايا من عند عمر افندي، من الاستاذ الدكتور عماد صاحب الاجتماع. ماريا البرجوازيه فين؟ ارفع ايدك. والاخ بيتر، بيتر فين؟ ما تطلع بيتر. والله في هدايا اللي مش عايز ياخدها ياخدها. والاخر خفي 238. مين؟ فين جيل يا ولد؟ انت الجس؟ انت الجس؟ طيب يلا بقى بالسلامة. شكرا، فرصة سعيدة يا اولاد. شكرا. بنشكر الأخ عماد على الفقرة اللطيفة والظريفة والمفيدة في المعلومات والجادية الجادية جدا. يعني ربنا يفرحه زي ما بيفرحنا حقيقي. في عربية عاوزينها تتحرك BNP49J، عربية 4 BNP49J. النهارده بيفرحنا وبيباركنا طبعا قدس ابونا المحبوب والمبارك واللي بيشجعنا وبيبارك معنا تملي، قدس ابونا يعقوب. حقيقه فكره الموضوع اللي ابونا هيكلمنا فيه النهارده بتتكلم عن فكره البركه. لو اما بنحضر رفع البخور بنلاقي ابونا بيصلي في اوشيه الاجتماعات وهو بيرفع البخور على شكل صليب. تملي يقول ايه؟ بيوت صلاه، بيوت طهاره، بيوت بركه، انعم بقى علينا يا رب وعلى عبيدك الاثيم بعدنا الى الابد. فكره بقى ان احنا بيوتنا تبقى بيوت بركه، او زي ما قال معلمنا بولس الرسول في رسالته لفيلمون، الكنيسه التي في بيتك. البيت بتاعنا كنيسة، البيت بتاعنا هو بيت بركة. ربنا يفتح قلوبنا كده ويهيئنا عشان نسمع كلام النعمة اللي تملي بيفرحنا على فم أبونا المبارك أبونا يعقوب. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع حلو قوي ان احنا
نفكر ان بيوتنا تبقى بيوت بركه، بحيث ان احنا نفرح بعلاقتنا بربنا ونبقى عارفين انه ربنا بيباركنا، يبقى لينا رعايه خاصه من قبل الرب، بيوت بركه. من فتره كده كان عده يمكن اكثر من 10 سنين، كان عندنا شاب في المدرسه الاسريه، وكان كل حاجه يعملها تتبارك، يعني مثلا يقدم على سكولر شيب ولا بتاع ياخدها، مش عارف يبقى مش مستعد للامتحان، الامتحان يتاجل، وكان وقتها بيعترف عندي، وكنت انا مستغرب يعني. فبقول له مره، انت ربنا بيرعيك بطريقه خاصه؟ قال لي انا عارف، مش انا بس، انا واخواتي واولاد عمي، وليها سبب. قلت له ايه السبب؟ قال لي هم ارمن بس عاشوا في مصر. قال لي السبب ان جدنا كان قسيس وحطوه على جبل مع الاخوه المسلمين، وقالوا له تقول الشهاده بالاسلام يا اما هيضرب النار، ورا الجبل ده ما بيدفنهمش، يقع يموت. فقال لهم انا عايش للمسيح طول عمري وما اقدرش انكر المسيح، فضربوه بالنار ومات. بيقول لي الولد ده انه احنا عارفين ان احنا اي حاجه نقدم عليها ناخدها، انا واخواتي واولاد عمي، لان جدنا مات شهيد وانسان صالح جدا وكده. حكيت من ساعتها وانا بفكر فيها، لقيتها بتحصل في البيت كتير قوي قوي، ان ربنا بيبارك بيوت بسبب الاب والام. هقول لكم شويه حوادث من الكتاب المقدس مؤثره جدا. لما يشوع دخل يقسم الارض على اسباط بني اسرائيل، ربنا قال له جمله لطيفه قوي، قال له قسم الارض التي حلفت لابائهم ان اعطيها. وعد ربنا لابهاتهم هيتم بانه هياخدوا الارض الطيبه، لانه وعد ابوهم وامهم ابائهم. وفي حادثه في سفر الملوك الاول الاصحاح 11 على التصرف اللي سليمان وقع فيه. سليمان الانسان المبروك ابن داود النبي، بسبب علاقته بالنساء لخبطوه وخلوه يقدم بخور للاوثان، لانهم كانوا من عبده الاوثان، وتصرف تصرفات غضبت الرب جدا. بنفس الاصحاح ربنا بيقول له كلام صعب كده، يقول له ايه؟ اني امزق المملكه عنك تمزيقا واعطيها مش عارفين. الجمل صعبه قوي، لانه يعني بعد عن ربنا. بس بعديها جمله تفوق كده، اللي يقول الرب اني لا افعل ذلك في ايامك، مش هعمل كده، مش هتعبك انت، بعد ما تموت يحصل ايام ولادك، بس ايامك لا. طب ليه الرحمه دي؟ من اجل داود ابيك، وكان داود مات. فالبركه اللي خدها سليمان ان ربنا مش هين عليه يزعل سليمان، مش لان سليمان كويس، وانما من اجل داود ابيك. وحاسه ثالثه وبعدين هغير التفكير ده، حصلت لحسقيه النبي. حسقية اتولد في بيت ملك يهوذا، أبوه اسمه أحاز، وأحاز كان ملخبط خالص، بحيث إنه كان بيعبد أوثان، وقفل الهيكل وظلمه، مفيش شموع تطلع في الهيكل، وسرح الكهنة، مفيش كهنة، وعبادة الهيكل وقفت. مدة ملكه 25 سنة، 25 سنة كان ملك على يهوذا، اللي كان عندهم أورشليم وعندهم الهيكل، مفيش عبادة، عبادة أوثان. وغير الطقم كله اللي بيخدم معاه، كلهم أصبحوا عبادة أوثان. ابنه حسقية اتربى في الجو ده، بس خد التربية الحلوة من أمه، لأن أمه كانت بنت زكريا الكاهن الشهيد. نتيجة أدبه ما اعترضش على أبوه، إنما أول ما أبوه مات أصلح خدمة الهيكل في أول شهر في ملكه، غير الطقم كله وعاد الكهنة وعاد الذبايح
وقدم ذبائح فيها قوي من أمواله الخاص، من أموال أبوه طبعا. وبعدين اتعرض لتجربة قاسية. التجربة القاسية دي كانت إيه؟ كانت الأشوريين كانوا بيكتسحوا العالم كله، وكان أبوه أحاز كان اتصرف تصرف سيء جدا، إنه كان بيحس بإنه آلهة الشعوب دي أقوى من الله، فكان يرضي آلهة الشعوب بإنها تبخل ليه. فكانت التفكير بين الشعوب إن الإله بتاعنا أقوى من الإله بتاعك، التفكير من هذا النوع يعني. فلما ابتدى حزقية يبقى ياخد الملك واثق إن إلهنا هو الإله الوحيد والباقي كلهم أصنام، فكان مطمئن قوي. إنما قدرة الأشوريين كانت جبارة جدا، بحيث إن اكتسحوا كل العالم وحصروا أورشليم، وابتدوا يتهزوا جدا من قوة وهو عيب. فشوف الكلام اللي قاله له ربنا على حكاية البركة دي. بينه وبين داود أظن ثمان أجيال أو تسع أجيال، تسع ملوك يعني. لما ترجع للتاريخ تلاقي داود كان مات من زمان قوي. إنما بيقول له إيه؟ أزيل على أيامك 15 سنة، وأنقذك من ملك أشور، وأحامي عن هذه المدينة. ليه ده كله؟ من أجل داود عبده. يا ده داود ده مات من ثمان أجيال، لسه مع ثمان أجيال من موت داود لسه بتبارك في أحفاد أحفاده. قد كده البركة ممكن تستمر من الآباء للأبناء للأجيال بالشكل ده إلى ألف جيل. يقول الكتاب ما يكون واحد عنده بركة، البركة دي ما بتضيعش من ولاده ولا أحفاده، هي دي البركة اللي بتبقى موجود. احيانا الواحد يقول دي سؤال فيه يعني، ازاي انا ذنبي ان انا جدي وابويا ما كانوش قديسين، وفلان ده الجد قديس يقوم ربنا يكافئه؟ شكلها ظلم. انما حاشا ان احنا نقول على تصرفات ربنا انها ظلم. ربنا حر بقى يعمل عايز يعمل، بس دي حقيقه، حقيقه واقعه جدا، وشفناها في الكنيسه. وانا جاي للذي اكلمكم عن الحقيقه دي، ان احنا في ايدينا ان احنا نبارك ولادنا زي ما كان في ايدين ابائنا وجدودنا انهم يباركونا. احنا اقوى مشاعر عندنا ولادنا، ومش احنا بس، كل الناس اللي في الدنيا حتى الناس الغير مؤمنين مشاعر ان حد يشوفها في الكنيسه. يعني كل طلبات الناس، ابني بنتي، من النادر ان واحد يطلب لنفسه. ولو خيرت ان في بركه تجيلك او تيجي لاولادك بلا تردد هتقول تيجي لاولادي. لو خيرت ان انت تبقى صحتك كويسه ولا صحه ولادك، ولادك. فاكر ابونا داود لما مره كان بيتكلم بيقول ايه؟ بيقول تقدم حاجه ربنا تاخدها، تقدم له فلوس تاخد فلوس، تقدم له مجهود تاخد راحه، تقدم له صحتك تتردد شويه لان هو صحته مش كويسه، وقال يرد لك ولادي. انا بكيت الجمله دي، خليتني ابكي لانه اخلاص يعني مش مهم. انا اذا قدمت لك صحتي بارك صحه ولادي. احنا مهتمين بالموضوع ده قوي، مهتمين به. ويمكن ده السبب ان ربنا في خطته معرفته بالاباء والامهات انهم يحبوا يباركوا ولادهم حتى القاعده دي، ان انت عايز تبارك ولادك في ايدك، في ايدك انك تبارك ولادك بطرق معينه. ما اجمل ان الانسان يبقى عنده ثقه ان ربنا هيبارك ولادي، حتى لو ولادي انحرفوا شويه ربنا هيرجعهم، حتى لو ولادي ظروفهم مش كويسه مثلا ما هماش اذكياء ربنا هيتصرف، حتى لو بناتي يعني ايا كان الظروف انا في ايدي اباركه، في ايدي. ربنا حط قاعده بتكلم عليها لولادي. اشكر الاخوه القائمين عن الاجتماع ده انهم اديني الفرصه ان انا اقول لكم الحقيقه دي واكدها عده مرات. تخرج من هنا وانت عارف ان في ايدك،
كل الناس بيفكر اعمل ايه مع اولادي، اعمل ايه، اعمل اتصرف ازاي، اقرا كتب. في ايدك انك تبارك ولادك ويبقى بيتك مبروك بسببك، سيرة حياتك تبقى كويس. ازاي بقى؟ ثلاث حاجات. مفيش حد بيخدم ربنا وربنا ما بيباركوش، وما حدش بيحيا بقداسة وربنا ما بيباركوش وبارك أسرته وبارك ولاده، وما حدش بيقدم رحمة وربنا ما بيرحمش ولاده. فأقول الثلاث حاجات تانية: خدمة وقداسة ورحمة. لو بذلنا مجهود كبير قوي في الخدمة وبذلنا مجهود كبير في القداسة وقدمنا رحمة كبيرة لأولاد ربنا 100%، مش 99.9%، 100%، ربنا هيبارك ولادك وأحفادك، وهتقدم أكبر هدية هتقدمها لأولادك. لأن أحيانا بنفكر أقدم إيه لأولادي؟ أحيانا بيحصل في بالنا فلوس، عشان لهم شوية فلوس ممكن يتخانقوا عليها يخسروا بعض ويخسروها في حاجات غلط. وممكن أقدم لأولادي صحة، أخذهم مش عارف رياضة ومش عارف إيه، بعدين لا قدر الله يصيبهم مرض كل اللي أنا بنيته يتهدم. إنما الحاجة اللي مؤكدة إنها مش هتضيع لأنها مضمونة بضمان ربنا البركة، مؤكد. كان عيلة بتاعت إبراهيم وإسحاق يعقوب يحلفوا بمهابة أبيه، إسحاق يقول بمهابة أبي، يعني بمركزه عند ربنا، ربنا يباركني، ويطلبوا ثقة. المزمور اللي احنا بنقوله، المزمور الطويل اللي بنقوله في صلاة النور: اذكر يا رب داود وكل دعوة، كما أقسم الرب ونذر لإله يعقوب أني لا أدخل بيتي ولا أصعد على سرير فراشي ولا أعطي العينين نوما ولا الأكفان نعاسا. إذا أجي الموضع للرب، مين اللي كاتبه المزمور ده؟ اللي كاتبه سليمان مش داود، لأن داود مش هيقول اذكر الرب داود وكل دعوة، مش عادة القديسين انهم يذكروا ان انا دعت، يعني وضعت يعني اتضعوا يعني ونزل. وفي المزمور يقول ايه؟ بيطلب البركة، نظرة انه بنوك يجلسون على كرسي، ان حفظ بنوك عاد فبنوهم الى الابد يجلسون على كرسي. كاتب المزمور ده واضح جدا انه سليمان. بأكد انه سليمان ليه؟ لان للأسف بعض الإخوة غير الأرثوذكس أو غير الكاثوليك لما بيعلقوا على المزمور يقولوا مش واضح، ممكن يكون داود ممكن يكون سليمان. السبب إيه؟ إن المزمور بيوضح الشفاعة بكل قوة. فسليمان ضامن يقول اذكر يا رب أبويا، أنا حياتي مش مظبوط، غلطت كتير، إنما اذكر يا رب أبويا إن نظر لإله يعقوب إن مش هيدخل البيت فلا يعطي العينين ويعيش بدعة، اذكره يا رب وباركني، باركني بسبب أبويا. فدي حقيقة. هتكلم شوية عن الثلاث نقط دول اللي هي الخدمة والقداسة والرحمة عشان ما يسرقهمش الشيطان، وبعدين هنتكلم شوية عن إحساس بيجينا أحيانا إذا توليت ما أنا لخبطت كتير، ضاعت بركتي، هل لي بركة يا رب؟ فعلاجها ايه؟ بس الأول نتكلم شوية عن إنه يعني الحاجات دي بتاعت الخدمة والقداسة والرحمة. على فكرة احنا ممكن نستخدمها كوسيلة لتشجيع شريك حياتنا. أنا استخدمت الأسلوب ده في بيتي بعد رسالتي كاهن، لما كنت بخرج كان سني صغير، رسمت عندي 44 سنة، فكنت باخد اتفاقات كتير وكنت بتأخر بالليل. فكان أحياناً زوجتي تتذمر، عندي ولاد كتيرة ويعملوا دوشة وهي مش قادرة تكوب يعني بدون زوجها من حقها، فكانت أحياناً تقول لي كفاية، تتصل بالتليفون وتقول لي كفاية بقى ارجع، العيال تعبانة جدا. فكنت بستخدم الأسلوب ده، بقول لها ما هو ليهم، ما لو أنت وافقتي إن أنا أخدم ما البركة هتيجي ليهم. وكان الأسلوب ده ناجح جدا لدرجة إن هي كانت أحيانا تقول لي طب اخرج اخرج، يعني اعمل عايز تعمله.
مش بس في الخدمة وإنما في العطايا. نفس الكلام في العطايا، لو بنضحي بحاجة مادية كان بيبقى الأسلوب اللي بنستخدمه. والكلام ده أنا بقوله للخدام، يقولوا دايما لشيء خادمة تقول لجوزها نفس الكلام، أنت زعلان إن أنا بروح أصلي؟ ما أنا بصلي وربنا بيبارك ولادنا، ومعقولة ربنا هينسى الخدمة اللي أنا بخدمها؟ فتلاقي الزوج اتأثر، يقول لا ليك حق، يعني أنا مش عايز أبقى أناني. فالأسلوب ده أسلوب قوي بينفع صحيح، لأنه في تضحية كبيرة وفي خسارة أحيانا. أخسر يعني الخسارة اللي بخسرها بكسبها في ولادي، يعني لو أنا بخسر ماديا مثلا نتيجة التبرع أو مساعدة الفقراء بكسبها في ولادي. يعني أنت شفت حد من الناس اللي بيحنوا قوي على الفقراء ويتصرفوا تصرفات من النوع ده ولادهم احتاجوا؟ ما حصلش، أنا ما شفت أبدا احتياجي، ما شفتش حد كريم على ربنا ولاد احتاج. ودي آية بيقولها داود النبي، يقول كنت فتى والآن شيخ، كنت صغير وكبير ولم أرى صديقا، يعني أبو صالح تخلي عنه. I've never seen a righteous man that has been led down. ولا ذرية لهم، يعني أولاده وأحفاده، تلتمس خبزا. مش هيحصل، مش هيحصل إن في واحد صالح ولاده هيطلعوا محتاجين. هل شفنا الحكاية دي في الكنيسة؟ هل شفناها كتير؟ أولاد الخدام الحقيقيين مبروكين جدا جدا، شفناهم كتير أوي. يعني حاليني أبونا مينا كامل أصدر حاجة عنه بمناسبة إنه بعد أسابيع هيتعمل له حفلة 50 سنة كهنوت. دي أول مرة تحصل في أستراليا إن كاهن يعدي 50 سنة كهنوت. أبونا ضحى كتير قوي ماديا في سبيل الفقراء، عنده إحساس جامد قوي بالفقراء. أنا عارف الحكاية دي، يعني فيرست هاند، كنت قريب منه قوي، وكان هو يعني مهتم بيا قوي. أول ما جيت كاهن كان يقول لي تعالى زورني، يعمل عشاء ومش عارف ايه، يحكي معايا وكان يهتم، وكنت اعرفه وانا علماني، فكنت بشوف اللي بيحصل. زوجتي ثاني واحد من اكثر من 20 سنه ولا اكثر، وعاش يعني ممكن يفكر قوي ان احوش ولا اعمل لاولادي، لا يعني كان في باله قوي المساكين والفقراء وبتاع، مهتم قوي بالموضوع ده. اللي يعرف ولاده ربنا يباركهم اكتر واكتر. ربنا انعم عليهم، يعني فتح قوى السماء عشان يسكب عليهم بركات ماديه بشكل يعني قوي خالص خالص. يعني اذكر حد فيهم كان بيتكلم مش عارف اشتريت ب 6 مليون وبعتها ب 12، فحاجات اللي احنا بنشوفه بالدولار هم بيشوفوه بالملايين. البركة دي جاية منين؟ جاية من أبوهم. ظل؟ لا مش ظل، ده قاعدة بقى، قاعدة موجودة ربنا حطها عشان نطمن لما نعمل حاجة من أجل ربنا. قضية إيمانية، يعني all depends on your faith. يعني لو عندك إيمان صحيح بالموضوع ده اطمن خالص، وفي إيدك، في إيدك إنك تعمل حاجات دي خالص عشان تبارك ولادك والبركة تبقى في بيتك، تبقى بيت مبروك. بس هتكلم شوية على قصة إن الشيطان أحيانا بيسرق الثلاث حاجات المهمة دي اللي هي الخدمة والقداسة والرحمة. يسرق الخدمة إزاي؟ يسرق الخدمة بإن أنا بخدم نفسي ما بخدمش ربنا. الدليل على إني بخدم نفسي ما بخدمش ربنا إن أنا عايز الخدمة تخرب لما أسيبها. في ناس لما يسيبوا الخدمة اللي يخدموها يتمنوا إنها تخرب. ليه بكده؟ لأن الدافع بالنسبة له نفسه إن أنا لما كنت بخدم كانت خدمة عظيمة، لما مشيت الخدمة وقفت، ما مشيتش من غيري. دول ناس يعني بيخدموا نفسهم. اللي بيخدم ربنا يهمه إن الخدمة تنجح، ما يهملوش إن الخدمة تنجح بإيديه هو. يهمه الخدمة ربنا، يهمه مجد ربنا.
من أجمل المحاضرات اللي سمعناها في حياتنا، المحاضرة اللي إداها نيابة الأنبا يوسف لما جانا أيدونا في إسرائيل آخر زيارة، وهنا في الكرسي ده إدى محاضرة على هدف الخدمة. إيه؟ واضح جدا إن هدف الخدمة مجد ربنا. لو هدف الخدمة مجد الشخصي يبقى ضيعت نصيبي، يعني خدت مجد أو ما خدتش، المهم ما لقيتش نصيب. فالشيطان لما يجي يسرق الموضوع ده فيهم الواحد قوي، الناس تقول ايه والناس تسقف وخدمتي تنجح بالمقياس البشري اللي هو عدد ناس كتيره، الناس يمتدحوا اللي انا بعمله، ويبقى دي مظاهر النجاح اللي بيتهيألي انها نجاح. لا، النجاح ان الناس عرفت ربنا وقربت منه ومجد ربنا ارتفع. فلو عايز تخدم اخدم خدمة لمجد ربنا. وأحيانا الخدمة دي لو تقدر تخليها خفية خليها خفية، لو لازم تظهر تظهر، ما تفرقش معاك إنها الناس تسقف لك ولا تسقفش، ما تفرقش. ذهب الفم ليه جملة لطيفة أوي، بيقول لك تعرف قد إيه الناس هتنساك بعد موتك؟ مش هتهتم برأيهم كتير. الواحد بعد ما بيموت بفترة صغيرة جدا بيتنسي، ما حدش يفتكره خالص، يعني أول ما بيموت خلاص. بعض الأقارب والأحباء يمون نفسهم يعملوا عزا كبير قوي، يتكلموا عن فضل بابا اللي مات ولا ماما ولا تيتا، وبعدين ماما وبابا وتيتا دول اللي ماتوا بعد فترة صغيرة ما حدش بيفتكرهم خالص. فايه بقى اللي يعني اللي انا هممني قوي ان الناس تسقف لي وتضيع مني البركه؟ الدليل الحقيقي على ان خدمتك محسوبه لك بركه ليك ولبيتك ان الخدمه دي لمجد ربنا. وما يهمكش الناس تقول ايه. ياما البابا كيرلس خد قرارات من وجهه نظر الناس انها كانت مش مظبوط، ما فرقتش معاه خالص، لانه عارف ان اللي انا بعمله بيرضي ربنا. طب ايه فرق معايا ان الناس توافق ولا ما توافقش؟ مش معسره يعني، هو عارف الناس بعد مده يعرفوا ان ده بيتصرف لما يرضي ربنا. ودي موجوده عند بعض الرؤساء في الكنيسه، منهم البابا شنودة. لما البابا شنودة منعنا من احنا نروح القدس، الناس كانت زعلانه منه، سيدنا يعني مش عارف ايه، ما فرقتش معاه. هو هدفه ايه؟ ان يحمي الاقباط. هو هدف يعني هيكسب ايه ولا يخسر ايه ان الناس تروح تكسر المطرح؟ عمل كده ليه؟ الناس مش فاهمه. حتى بعض الكهنه مره في اجتماع كهنه اتكلموا كلام قاسي، اضطر وقتها يقول له يا ابونا انت مش فاهم، يا ابونا انت مش فاهم، انا بحميكم. الهدف من الموضوع ايه؟ انه الاقباط ما يتعرضوش للتجارة عشان يحيوا سلام وقداسة. فمش الهدف فالموضوع الخدمة دي مهم. كمان موضوع الخدمة السهلة والخدمة الصعبة. الخدمة اللي تحت الأضواء والخدمة الخفية. خلي ليك رصيد. موضوع الرصيد ده دي لفظ السيد المسيح للملك. ما يضيعش منك الرصيد. Don't lose your favor. لما تخدم خدمة اخدم خدمة وربنا يشوفها ويباركها، ولازم أمانته هيردها لك في ولادك وفي أحفادك وفي صحتك وصحة في حياتك، هتشوف البركة اللي هتمشي في البيت شكلها ايه. حاجة تانية بتتسرق مننا جدا القداسة. يعني القداسة صوم صلاة هروب من خطية، تواضع حقيقي، طاعة كاملة لربنا، كل الصفات دي للقداسة ممكن يبقى هدفها تظاهر، ممكن يبقى هدفها إن ربنا شايف. ربنا عارف كويس أوي، ربنا ما يتخدعش زي الناس، الناس يتخدعوا أوي، الناس يسقفوا لحد ما يستحقش سقيف، ويتهموا حد اتهامات باطلة. إنما ربنا عارف، عارف قلبك شكله إيه، عارف بتصوم ليه، وعارف
بتصلي ازاي وليه، وعارف مقاومتك للشر، فليك الرصيد ما بيبيعش. برضو موضوع الرحمة، موضوع الرحمة مهم قوي ان يتم مش من الاحتياطي ولا الفائض، وانما من اعواز. موضوع الرحمة من الاعواز ده موضوع مهم. احكي لكم حكاية حصلت عندنا في الكنيسة من سنين طويلة. لا نياح روحه نيافكر أنباب شوي كان بيزورنا في استراليا، وقال لي أنا شخصيا أبونا عايزك تساعدني. قلت له تؤمر يا سيدنا؟ قال لي عندي موقف عاطفي جدا. كاهن، ابن كاهن، يعني الأب والابن هما اثنين كهنة، والأب عنده مشكلة في الكبد بيموت فيها. وبعدين في دكاترة يابانيين بيزوروا مصر اتعرض عليه، فقال ان احنا ممكن ناخد فص من الكبد بتاع ابنه يعيش بيه، والابن هيعيش والاب هيعيش، والاثنين كهنه، والاثنين اما شو على فكره كان حنين جدا على الكهنه، جدا اكثر مما تتخيل، يعني شكله كده انه صارم، انما حنان يفوق الوصف في الامور الجسديه والماديه والكده. ف الدكاترة دول طالبين 350 ألف جنيه مصر، معرفش كان وقتها عدد قد ايه استرالي بالظبط. فقال لي ممكن تساعدنا قد ما تقدروا؟ قلت له طبعا يا سيدي. فمسكت الميكروفون هنا وقلت للناس ده موضوع عاطفي ويأثر على كل الكنيسة، ودي أول مرة إن نيافة الأنبا شوية يطلب حاجة. يعني هو عنده كان أحيانا يدي، انما كله يطلب مش عشان الانباب شوية، انما يعني حاجة عاطفية لطيفة ان اب وابنه الاثنين كهنة والاثنين يعيشوا، يعني وفرصة ان الدكاترة اليابانيين دول موجودين في مصر. قلت للناس ساعدونا، والحقيقة نشكر ربنا اتجمعت كل الفلوس من كنيسة الرحمة، جمعت من كنيستنا كل الفلوس، وبقى سيدنا فرحان وبيشكر. بس فاكر بقى ايه؟ واحدة جات لي كان عندها عقد لطيف كده ذهب منقوش نقشة، يعني فيري ديليكت كده لطيفة أوي. وأنا عارف الست دي تحب العقد ده أوي. أعرف منين؟ لما يبقى في حفلة أو بتاع تلبسه، يعني ما تلبسيش كل يوم، تلبسه في المناسبات الحلوة دي لأنه فعلا منظره حلو. جابته لي وقلت خده، فصعبت عليا الحقيقة، لأنه يعني هي أنا عارف إنها يعني ست راقية تحب اللبس الحلو، مش هتعرف تجيب العرض تاني ابدا بالشكل ده. فقلت لها الذهب اللي فيه مش هيجيب 5000 6000 جنيه، انما النقشه دي بتاعت 10000 جنيه، فادفعي مش فاكر قلت لها رقم 5000 دولار وخلي الطقم ده. انت قلت لي ليه؟ بتحبيه؟ قالت لي ما انا عشان كده بتبرع بيه. تأثرت قوي، عشان كده بتبرع بيه لاني بحبه. فبقول حكايه الرحمه دي عامله زي فلسان الارمله، يعني ربنا فلسان الارمله اكتر بكتير من فلوس الفائضه. يعني من المناسب جدا ان الواحد يتبرع بحاجات هو محتاجها، يعني بضحي بحاجة أنا عشان حد تاني، زي مثلا أنبا أبراهام أسقف الفيوم القديس كان ما يحبش ياكل أكلة حلوة لوحده، لما يلاقي الأكل حلو هاتولي حد، أي حد من إخوة الرب ياكل معايا. هو بيجتهد كده إن أكلي يقل عشان أكل واحد وأشوفه فرحان. قداسة والخدمة والرحمة هم دول اللي يجيبوا البركه ليك ولاولادك. اخر نقطه هتكلم عليها قصه ان انا احيانا يجي لي احساس متاخر، ما انا غلطت كتير وزعلت ربنا، بركه ايه؟ انا استحق اللعنه وخايف ان ربنا يعني بدل ما يقدم بركه لاولادي يبقى انا سبب لعنه ليهم لانه ما تصرفش التصرف كويس. فهقول لكم حسقية قال ايه للناس؟ وحسقية ده من الأنبياء العظام، قال حاجة لطيفة قوي
بحب قوي ان الناس تحفظها. لما قعد خدمة الهيكل والذبايح الناس تبدأ تخدم ربنا كده، قال لهم لأنه برجوعكم إلى الرب. بقول الكلام ده ليه؟ لأن حتى لو أنا بعيت ممكن أرجع، لأنه برجوعكم إلى الرب يجد إخواتكم وبنوكم رحمة. عايز رحمة لولادي ولإخواتي، أنا أرجع لربنا. لو رجعت أنا لربنا أولادي يجدوا رحمة من قبل الرب، لأنه برجوعكم يجد بنوكم وأخواتكم رحمة. رجوعكم إلى الرب والأكثر من كده إيه بقى؟ لأنه حنان، حنان ورحيم، ولا يحول عينيه عنكم إذا رجعتم إليه. الجملة دي مريحة، مريحة جدا. يعني أنا مهما كنت خاطئ ومهما كنت زعلت ربنا في تصرفات مش كويسه زي القديسين، زي مريم المصريه، اذا رجعت انا لربنا ولادي يجد رحمه. عايز رحمه لولادي ارجع لربنا، لانه ايه بقى؟ لانه حنان ورحيم ولا يحول عينيه عنك. تخيل ان ربنا يقعد يبص لك كده، لا يحول عينيه عنك عنكم إذا رجعتم إليه. دي وعد جبار، وعد جبار من قبل الرب جاي على فم هذا النبي. إذا رجعنا لربنا البركة هتيجي والرحمة هتيجي، وربنا هينسى خطايانا، هينسى أعمال السيئة اللي أنا عملتها. بس أرجع ليه؟ من أجمل الكتب اللي كتبها قداسة البابا شنودة، هو كتب كتب كتير قوي قوي حلوة جدا جدا، بس إن الكتاب اللي بقولك عليه ده من أجملهم، اسمه الرجوع إلى الله، موجود بالإنجليزي والعربي، The Return to God، موجود بالإنجليزي والعربي، أعتقد في المكتبة بتاعتنا يمكن يكون موجود بالعربي. الكتاب ده يعني زي كده رسالة حياة، يعني message for life. لما تقرأ الكتاب ده تحس إن عايز أرجع لك يا رب. أرجع إزاي وأرجع ليه وإيه قصة الرجوع؟ يعني إزاي أقول إن أنا رجعت لربنا؟ أعمل إيه عشان أرجع لربنا؟ فإذا رجعتم لي هيجد بنوكم رحمة. أرجع وأكرر إنه القصة دي من قبل الرب، عملها بحكمة. في حاجات لربنا ما يحقلناش ان احنا نقول ليه، يعني مش انا اللي اقول له عملت كده ليه، عيب يعني هو يعمل عايز يعمل ده اله. انما القاعده موجود، يعني احيانا يطلع في بالي طب ذنبه ايه اللي ابوه ملخبط وجده ملخبط وهو يطلع ملخبط غيره، ذنبه ايه؟ ما انا عارف احكام الله فوق الوصف. انما اللي اعرفه القاعدة اللي موجودة في الكتاب المقدس، إنه برجوعنا إحنا ربنا يجد ولادنا رحمة. هتقدم هدية إيه لولادك؟ إيه اللي هتقدمه لهم يعني؟ أحياناً يطلبوا بنا هقدم لهم فلوس، هسيب لهم شوية فلوس. ياما ناس سابوا لأولادهم فلوس ما نفعتهم، ضريتهم. هل الفلوس بتضر؟ أحياناً. أنت شفت حد فقير مات وولاده اتخانقوا؟ حتى يعني لما بقولها أول السواح خانق مع أخوه، مش هو الخاني يعني أخوه اللي كان عايز يعني. المهم يعني إنه أقصد إنه أحياناً الواحد لما يقول هقدم حاجة لولادي هقدم غلط. مفيش حاجة أقدر أقدمها لولادي أقوى ولا أحلى من البركة، إن بيتي يبقى مبروك. وبعدين نشكر ربنا خالص إن الموضوع ده مش سير كده ملخبطة، دي حاجة بنشوفها في الكنيسة بالصغار. مش عايز احكي حكايات، لانها احيانا الناس اصحاب الحكايات دول عايشين وربنا يحميهم من التجارب، يعني مش عايزين يصير عليهم قتل شياطين. بس انا عندي خبرات صحيح موجودة في الكنيسة فيها قوي قوي، ممكن اتكلم عن الناس ماتوا. يعني مثلا من ضمن الناس اللي ماتوا وكانوا سبب بركة للأسرة كلها، ام مجدي قلادة. ام مجدي قلادة ماتت سنها 91، 95، 96، والله أعطاها
قدرة ذهنية إلى النفس الأخير. يعني أسبوع اللي اتنيحت فيه كان مخها تقول آية ولا آية وحكمة كده، حكمة رائعة. لما ماتت حفيدها كان بيبكي بكاء مر، فقلت له بلاش طمع، في ست عاشت 96 سنة عايز إيه؟ قال لي أنا بعيط على نفسي، وأنا بعيط عليها هي، بعيط على نفسي. قال ده كان كنز عندنا، كنز. راح لها الامتحان مش مستعد ومتلخبط خالص، تقول له خش هتجيب كريدت، خش يجيب كريدت ويتحايل عليها خليها ديستنكشن يا ماما. طيب ديستنكشن. اللي يقول الست دي كانت بينها وبين ربنا حاجات كده غريبه، بركه. الناس دول كانوا بركه. واحد عندنا في الكنيسه، انا اول ما جيت هنا كان يقعد هنا، كان سنه فوق المية، لما جيت كان سنه احط عليها، اللي هو المرحوم عم مخيل. عم مخيل ده بارك اجيال كده. لما عملنا له حفله ال 100 سنه كان في الهول بتاعه 150 واحد. واحد من احفاده قام قال كل اللي قاعدين دول بسبب جده. الناس ضحكت لانه فعلا يعني بسببه فيزيكال، يعني جده ولاده واحفاده ومش عارف ايه. شاف الجيل الرابع. الراجل ده بارك كل الاسره. وكان ولاده يقولوا لي واحفاده ان يقوم الصبح يصلي بصوت عالي ويرسل كل افراد العيله المكونه من 70 80 اسم بالاسم، يقول لهم واحد ولا الثاني بصوت عالي قدام ربنا. والحقيقه بركه الكنيسه. فاكر العلاقه بينه وبين ابونا مارك كانت عجيبه قوي. يعني ابونا مارك كان يجي يبوس ايده، ابونا مارك يتلخبط يقول لي ده ده ده, ده 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 اكبر من جد ابويا يعني. يبوس ايده ازاي؟ الناس دي عاشت بالبركه وقدمت كتير قوي لاولادها. على فكره اللي يعرف العيله دي يعرف ان العيله مبروكه في البيزنس، مبروكه في القداسه، مبروكه في اللي بيمد ايديه ليهم. محظوظين حظهم ايه؟ ان ليهم جد قديس. طب يعني انا ذنبي ايه ان انا ما لقاش جديد قديسين؟ عندك جديد قديسين ما عندكش، انت قاعد هنا والفرصه موجوده وربنا يعوض الصلح اللي الليله دي بنتكلم فيها عن بركه، بركه بيوتنا. كمختصر ليك، الباب مفتوح ليك انك تبارك ولادك واحفادك. ازاي؟ لانك ترجع لربنا لو كنت بعدت عنهم، او لو انت عايش يبقى خد بالك من حياه القداسه وحياه الخدمه وحياه الرحمه اللي تقدمها للمساكين. ربنا المجد يقبلها باليمانيه. ربنا يعوض ابونا يعقوب على الموضوع الحلو اللي باركنا بيه النهارده. خدمه وقداسه ورحمه، هي دي اللي تجيب البركه. على فكره اجتماعنا من اول ما بدا وهو عاوز يديكوا بركه، فتحط مبدا ان الاجتماع ده اللي بيحضروا فيه هم خدامه. وعلى فكره الباب المفتوح النهارده لاي واحد عاوز يخدم في اجتماعنا عشان ياخد بركه. على فكره في ناس كتير يعني بيشتغلوا في الاجتماع مش باينين، يعني طبعا كلنا عارفين اخونا عماد المسؤول عن الاجتماع، بتشوفوه يتكلم، بتشوفوا بعض الاشخاص، لكن في فريق كبير قوي ما بنشوفوش. دول اللي بياخدوا بركات كتير، بتعبهم وجهزوا لنا يوم زي النهارده، بيعملوا خدمات كتيره. من ضمن الفريق دول فريق التيم. اما بيقابلني زمايلي في المدارس ويعرفوا انه شبابنا واولادنا الصغيرين بيقضوا نص يوم الحد في الكنيسه، يستغربوا دولتهم عمرهم ما دخلوا كنيسه. فنقول لهم ان في حاجه عندنا اسمها الصندي سكول، بداها القديس حبيب جرجس، وهي دي اللي بتخلي اولادنا بيتزرعوا في الكنيسه. وعشان كده لما بدا اجتماعنا بعد فتره من ان الاجتماع كبر مع التشايلد مايندينج، بدات خدمه جديده اسمها خدمه الايه؟ الشيل. خدمه مبروكه وراها فريق كبير قوي بيفرحوا اولادنا ويعلموهم كل الحان وطقوس وتعاليم الكنيسه، لدرجه ان الولاد بقوا فرحانين وبيشجعوا
وأبائهم إن هم يجوا الاجتماع عشان يحضروا خدمة الشيل. النهاردة بقى نشوف مجهود الخدام مع أطفال الشيل، فربنا يعوضهم على تعبهم. بعد فقرة الشيد على فكرة الاجتماع بيقدم هدية لكل أسرة، فيا ريت ما نمشيش لما ناخد الهدية. هندي الأخوات عن الأسرة، بس لو في حد من الإخوة عارف إنه حاضر لوحده عن الأسرة ما يتحركش إنه يتقدم وياخد الهدية عن الأسرة بتاعته. يعني نحب نرحب بولادكم اللي كانوا بيحضروا معنا الشيل، فيعني تعبوا معانا يعني بقى بيحضروا بعد ما بيخلصوا الكثافة يقوموا يروحوا يحضروا الألحان ويسيبوا اللعب وبيسيبوا كل الحاجات دي، فيعني في تضحيات كثيرة اتقدمت يعني. النهاردة احنا مبسوطين قوي ان الولاد هيعرضوا تمجيد بالعذراء. احنا حفظنا السنة دي لحنين، والسنة اللي فاتت كنا حفظنا لحنين، فالسنة دي هنقول الأربع ألحان، يعني هنقول الأربع ألحان وأربع. بس الصليب يعني العدد يعني جميل والصوت جميل. احنا بس بنحاول نقول لبقية الناس شجعوا أولادكم ييجوا، لان احنا هنا بنحاول نعلم الولاد ان هم يقربوا من الكنيسة، يقربوا من الألحان علشان يحبوا ربنا اكتر. زي ما احنا شايفين كده الولاد اتعلمت عن العذراء، الولاد اتعلمت الألحان، بقى فيه بيقربوا من الكنيسة، بيقربوا من المذبح. زي ما الأنبا رافائيل كان بيقول انه اللي بيقرب من الكنيسه بيقرب المذبح وبيقرب من الالحان، ما بيسيبش الكنيسه ابدا مهما حتى بعد بيرجع تاني. فيعني نتمنى ان انتوا نسبح مع بعض كلنا يعني في تمجيد العذراء الجميل. Guys, take care of the cables. The cables under your feet, please. Take care of them. Otherwise, you're going to fall. No touch. Don't touch anything. Focus on your paper that we're giving you. Your parents now is watching. Okay? Till Uncle Wissam is finishing his setup, would like to show our parents how we praise God, what we learn to praise God. يا جماعة في ناس بتقول في تصوير already، فما تشيلوش هم التصوير.
Thank you.
حاجة تفرح طبعا. أجمل ختام للاجتماع. حقيقي بنشوف مستقبل الكنيسة. هم دول مستقبل الكنيسة. حبهم للألحان والترانيم. حبهم للعذراء. حاجة تفرح. على فكرة يعني هي دي البركة الكبيرة اللي احنا بنحسها في حياتنا. بس عاوز اقول لكم حاجة قبل ما نوزع الهدايا. ولادنا ربنا يبارك فيهم، اطفالنا المصريين يعني اذكياء قوي فعلا حقيقي. بياخدوا بالهم لما احنا نجيبهم لخدمة الشيلد كل يوم جمعة وما نحضرش الاجتماع. اذكياء وهياخدوا بالهم على فكرة. بابا وماما ما راحوش الصندية سكول بتاعهم اجتماعهم. فانا كل مره اجيبهم لخدمه الشيل واقول له حبيبي وحبيبتي انا رايح الاجتماع بتاعي. على فكره كل علماء التربيه وعلم النفس اللي جبناهم في الاجتماع قالوا لنا اولادنا مش هيتعلموا بكلامنا، هيتعلموا بتصرفاتنا اما يشوفونا احنا قدوه ليهم. فمحتاجينكم معانا كل مره تجيبوا الاولاد للشيل وتيجوا تحضروا وتباركونا في الاجتماع. ربنا يحافظ على اولادكم ويفرحنا بمستقبل الكنيسه الحلو. اخ عماد، عماد احنا هنصلي وناخد الهديه بعد كده. معلش، بالنسبه للهدايا زي ما مجدي شرح لكم الهدايا، كل المدامات والسيدات هييجوا ياخدوا من ورا، ولو في حد من الرجاله المدام مش موجوده يتفضل برضو ياخد الهدية من ورا. هم واقفين ورا هيوزعوها. بالنسبة لأولاد الشيل هم ليهم برضو الهدايا بتاعتهم هياخدوها كده من قدام من هنا، فنعمل فصل القوات. وبعد كده في حاجة أخيرة، في لقمة أغابي في حضراتكم. بعد ال في لقمة أغابي في يعني بوكسات هنا وبوكسات الناحية دي، فبرضو عشان الكنيسة العدد كبير النهاردة فنوزع نفسنا على الناحيتين. اتفضلوا نصلي. Name of the Father, the Son, the Holy Spirit, one God. Amen. O Lord, make us worthy to pray thankfully. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Through Jesus Christ our Lord, who is thine the kingdom, the power and glory, forever and ever. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, one God. Amen. وكل سنة وانتم طيبين. Year three, four, five, six and above. From that door, please, you get your gift in the way out. Okay?